صباح الخير. هلو. صباح الخير يا رولو. يلقن جد؟ اه. مش كنت استنيتي يا بنتي ونزلنا سوا؟ لا ما انا نزلت الصبح مع بابا عشان ندفع المصاريف. يبقى رحيم رجع يشتغل والفلوس هترجع تاني. وانت عارف ما بيشتغلوا في ايه؟ انت عبيطه يا بنتي، دي مصر كلها عارفه بيشتغلوا في ايه. يا جميلة. اكلمك بعدين. مش تاخد بالك يا عم ولا يكتفي الناس لعبه؟ انا اللي اخد بالي؟ عايز اتكلم معاك شويه. عندي سكشن. خلاص هستناكي بعده. هبقى روحت. مع التيشيرت ده؟ يلا بينا يا زياد. استني. نشوف التوكة بقى الحلوة دي عايزة ايه. طب ما تيجي ونشوف من فينا اللي توكة. يلا. زياد معلش عشان خاطري، عشان خاطري لو سمحت يلا بينا. يلا. يلا زيزو يلا عشان خاطرها يا حبيبي. يلا. مين ده؟ بتاع عمرو. أيوه يطلع إيه عمرو يعني؟ هبقى أحكي لك بعدين. يلا. استني.